يعد ميناء المكلا البحري بحضرموت واحدا من الموانئ الهامة في اليمن لاستقبال وتصدير البضائع، لكن القائمين يشكون من صعوبات عدة تواجه عملهم من حيث مساحة الرصيف الصغيرة التي لا تستوعب استقبال عدد كبير من البواخر. يعتبر ميناء المكلا أحد الموانئ التي شهدت مؤخرا نشاطا اقتصاديا كبيرا، وبدأت البواخر العالمية تصل إلى الميناء، ولكن هناك مشكلة تتعلق في تأخر بقاء البواخر لأسابيع طويلة. الميناء حجمها صغير، يعني تتكون من رصيفين يعني، وتتأخر البواخر حقنا بالغاطس، ولكن احنا لازلنا يعني مستمرين بتسييع حركة الخط إلى ميناء المكلا. ضيق الميناء نفسه، صغر الميناء، كان الميناء على مستوى معين يعني ضعيف وقلة حركة فيه، الآن ما شاء الله تبارك الله زادت الحركة وزاد النشاط، لكن ما تواكب التوسع مع النشاط اللي جاي، فصار تزيد شركات النقل والبواخر تزيد في حركة النقل والميناء ثابت على نفسه. ضيق المكان وعدم توفر حاملات النقل والرافعات المختصة بإنزال البضائع واحدة من الجوانب التي فاقمت المشكلة وتطورها. أكبر مشكلة في الميناء إذا ما في كرينات، أقل حاجة تكون 2 كرينات خارج الحاويات، ما في فايدة بالميناء، بيظل الميناء تعبان إلى يوم الدين، الخاصة بالرصيف، هذه هي بتساعد الباخرة، لما تدخل الباخرة ما بتاخذ 2 3 ساعات وتخرج على طول. مسؤولية هيئة الموانئ نفسها، الكلمار القواطر الداخلية تنقل الحاويات من الموقع الأوناش لما تنزلها من الباخرة تنقلها للرصيف، هذه في حركة لوجستية يقولونها تساعد الميناء في الحركة. الصعوبات يعني بدرجة أساسية وأولى يعني تواجهت نحن وصدمنا بها داخل الميناء، اللي هي عملية الاحتكار من قبل الجمعية ومن قبل بعض المكاتب، يعني حاربونا وطرحوا خطوط حمراء أن هذا لا يمكن للحمول أن يكون لكم. المشاكل اللي يعانيها أو نعاني منها داخل الميناء هو صغر الميناء، صغر المساحة اللي موجودة داخل الميناء ووجود رصيفين. في الوقت اللي ازدحمت فيه السفن ظهرت مشكلة تأخير السفينة في المخطاف جرانت ريجنال. التأخير كل يوم يدفع التاجر عن التأخير، هذا غرامات، وهذه من أكبر المشاكل اللي نعاني منها بسبب الانتظار. المعنيون في إدارة الميناء يرجعون المشكلة إلى ضيق المكان، وهي مشكلة قديمة وليست حديثة. 30 سنة الآن الميناء بدأت العمل في يناير تقريبا 85، لها أكثر من 30 سنة، وكانت صممت على سنه يعني الحركة التجارية داخل المدينة حضرموت بشكل عام كان يعني متواضع في الوقت هذاك، وإيجاد ميناء، أول ميناء كان يفتح في حضرموت هو هذا الميناء، ويعتبر نقلة كبيرة كانت، فما نلوم الناس الأوائل اللي عملوه، لكن وجدنا إنه إن حضرموت في حاجة إلى ميناء أكبر من هذا الميناء في المرحلة هذه، والميناء هذا ما بيلبي طلباتها مهما قمنا بتطويره، لكن هو مرحلة أولية إسعافية فقط. في ظل الوضع الذي تشهده اليمن بشكل عام، فإنه من المهم أن يعمل المعنيون على كل ما يساهم في سرعة دخول البضائع إلى اليمنيين، سواء في ميناء المكلا أو غيره من المنافذ الأخرى.